قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني في المقام الأول وليست حقا دستوريا أصيلا فحسب. جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس النواب عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية أمام لجنته الانتخابية بالنزهة بمحافظة القاهرة. دعا رئيس مجلس النواب جموع الشعب للمشاركة بكثافة في العملية الانتخابية ما يليق بمكانة مصر، ووجه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات ولقضاة مصر على ما بذلوه من جهد في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف الكامل عليها بدقة متناهية.